مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج متابعات. مشاهدينا الكرام، سنناقش اليوم ثلاث مواضيع. الموضوع الأول رئاسيات 7 سبتمبر المسبقة، قبول ملفات الترشح لعبد العلي حسني وشريف أوشيش وأيضا السيد عبد المجيد تبون. وفي الموضوع الثاني مشاهدينا الكرام، جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر، الرئيس تبون يكرم 9 مؤسسات اقتصادية. وفي الموضوع الثالث مشاهدينا الكرام، الجزائر تستنكر قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة. الموضوع الأول رئاسيات المسبقة، قبول ملفات الترشح لعبد علي حسني رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتار الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية ومترشح أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر السيد عبد المجيد تبون. البداية معك أستاذ محمد دروي، الكثير قال أنه النتائج الأولية كانت متوقعة لقبول ملفات المترشحين الثلاث. نعم، ونحن أيضا هذا كرأي الخاص نؤكد ذلك، باعتبار أنه العملية يعني تشميع يعني 50,000 استمارة أو توقيعات المنتخبين تكون دائما تقريبا هي نتيجة عملية تقنية تتمكن منها سواء شخصيات وطنية فاعلة كبيرة لديها تراكم خبراتي كبير، وتتمكن منها أيضا أحزاب فاعلة في الساحة على المستوى الوطني، وليست ونتحدث هنا عن بعض الأحزاب التي تعتبر أحزاب، لا نقول أحزاب صغيرة أو كبيرة لأن هذه تسمية أصلا خاطئة، ولكن توجد أحزاب ضيقة المجال النضالي على مستوى محدود من ولاية إلى أخرى وأيضا على المستوى الوطني. نتحدث هنا أيضا فيما يخص الثلاثة الذين تمكنوا من تجاوز هذه المرحلة أو المرحلة الأساسية، لأن المرحلة القادمة مرحلة وطنية هو من يعطيها المواطن بطبيعة الحال. هذه المرحلة ثلاث وجوه التي تمكنت من صعود، نحن نتكلم هنا عن الرئيس المترشح، وهذا شيء طبيعي لأنه تحصيل حاصل لنتائج عمل لسنوات، إن قلنا سنوات لأنه لا يمكن نتحدث للرئيس عن سنوات، لأنه سوف نختزل تقريبا 6 أشهر ما قبل نهاية العهدة وسنتين بداية العهدة اللي كانت جائحة كورونا، لذلك نتكلم عن سنتين، وكانت نتائج إلى حد ما جد موفقة، يعني عهدة غير كاملة من حيث الوقت. نعم، وهو السبب في عدم الوصول إلى نسبية 90% و 100% في بعض نقاط من بين الالتزامات. عندما تحدث عن حركة حماس لديها باع كبير، باع سياسي، باع نضالي، لديها تجدر وليس لديها طبقة نضالية، والعودة إلى خوض الغمار الرئاسيات بعد المقاطعة في 2014 وإذا المقاطعة هذا في 2019. هذا القيمة السياسية للساحة الوطنية، لأنه عودة سواء الحزب لفافاس الدا حسين أو لا ومع حمص، عودتهم هذا يخدم الساحة الوطنية أكثر منه يخدم هذه الأحزاب في حد ذاتها، لأنه عندما نشهد ما يحدث الآن أو نريد توصيف لما يحدث الآن يحرك الجمود السياسي الذي كان، نحن نتكلم عن وطن، النتيجة نبحث عن رئيس لوطن لإعطاء دائما الأفضل لهذا الوطن ولطموحات ومتطلبات، ونتكلم عن عائلات سياسية كبيرة، حمص ولفافاس وأيضا أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر والأحزاب الأخرى التي دعمت ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية. كيف تلقيتم النتائج الأولية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأنتم الذين شاركتم في عملية جمع التوقيعات؟ سيد عبد الوهاب قلعي، وأنت المدير للعملية الانتخابية لحركة البناء الوطني للمترشح سيد عبد المجيد تبون. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونشاكر لك لهذا الاستضافة. العفو، مرحبا بك. استضافة الدكتور دروي نعرفه ويعرفنا، رجل فاضل وسمعنا تحليلاته الاقتصادية والاجتماعية. في الحقيقة حركة البناء الوطني كنا نتوقع يعني مثل هذه النتائج، طبعا هي معبرة على طبيعة المجتمع الجزائري وبمختلف فئاته. طبعا السلطة الوطنية للانتخابات المستقلة للانتخابات رغم أنها أدخلت يعني طورت في أدائها من خلال وضع نموذج جديد لاستمارة التوقيعات، وانت تعلم أخي عبد المالك أن التوقيعات هي مرحلة أساسية لفرز الراغبين في الترشح. طبعا في 2019 كان قانون
قانون الانتخابات الأولية ثم قانون اللي تعدل في سنة 2021، وإن أصبحت السلطة الوطنية هي المشرف الأول طبعا على العملية الانتخابية. إذن لاحظنا الجديد في عملية التوقيعات الذي نشير إليه هي إدخال الأرقام الموجودة في التوقيعات، وكذلك تطوير أداء السلطة فيما يخص مراقبة عملية التوقيعات. إذن أفرزت لنا هذه النتائج. طبعا هناك 35 مترشح كان راغب للترشح، ومن سحب استمارات ترشح الناخبين سواء الناخبين أو المنتخبين. طبعا الذين أودعوا ملفات ترشحهم هم 13، 16 راغب للترشح أقصية حسب النتائج الأولية. طبعا هذه نتائج أولية، فيمكن للمترشحين الذين يقصدون أن يقدموا طوعون لدى المحكمة الدستورية في ظرف أربع يعني ظرف يومين ويمكنهم كذلك أن المحكمة الدستورية بعد 7 أيام يمكن أن تفصل نهائيا في عملية. هذه القائمة المؤقتة والأولية في انتظار صدور القائمة النهائية الغير قابلة للطعن من طرف المحكمة الدستورية. ولكن سيد درويش نذهب إلى النقاش السياسي. الآن أمامنا 3 مترشحين يمثلون ربما إن صح التعبير عمق العائلات السياسية في الجزائر، الأفافاس المعروف بتاريخه، حمص أيضا المعروف بتاريخه ومشاركته في الرئاسيات منذ مشاركة المرحوم محفوظ نحناح، وأيضا عبد المجيد تبوندي فاز برئاسة 2019 واليوم يلقى دعم حزبي كبير. كيف سيكون التنافس السياسي بين هؤلاء العائلات السياسية الثلاثة؟ يعني إضافة شمالك لما قلت، عندما نضع عناوين أو تسميات للمترشحين الثلاثة سوف تتوضح الرؤية كيف ستكون الحملة الانتخابية. إن انطلقنا من مصطلح التوصيف على عائلة سياسية، سوف نأخذ الأفافاس. الأفافاس كامتداد تاريخي لديه إن صح التعبير توجه معارضة للوضع العام، لأنه أنا لا أؤمن على أنه فيه معارضة كذا، لأنه المعارضة هي معارضة أفكار، معارضة برامج، وليس معارضة أشخاص أو وطن. إن كنا وطن تصبح كارثة وخيانة. إن كنا معارضة لطريقة التسيير، نعم لطريقة التسيير وليس للدولة. إن كنا أشخاص فقد اختزلنا، وليس معارضة قيمة الدولة بل معارضة طريقة التسيير، طريقة التسيير وبرامج وغير ذلك. أن الكاريزما السياسية الموجودة لإطارات حزب الأفافاس هي التي ستصنع نوع من النشاط الحيوي الإضافي للعملية الانتخابية. لن نتحدث عن يعني حملات انتخابية صدامية بقدر ما سنتحدث عن حملات انتخابية تريد أن تتصاعد في طروحات ومقاربات سياسية سواء جانب اجتماعي اقتصادي وغير ذلك. الجميع سوف يبحث عن تقديم نقطتين لا ثالثة لهما في علاقة مباشرة مع الشعب. سوف يبحث عن التوصيف الحقيقية التي يبتعد فيها عن علاقة الثقة واللا ثقة، علاقة الرفض والقبول. يجب أن تكون هنا فيه ذكاء حقيقي لمن يسهرون على إدارة هذه الحملات الانتخابية، لأنه لو دخل في هذا المجال الثقة واللا ثقة سوف تضيع مدة 21 يوم، والنتيجة لن تكون ممكن أن تكون نتيجة صفرية أصلا. عندما تحدث عن حزب حماس، حزب حماس على أنه معروف ذلك التوجه الذي يوصف دائما بالاعتداء، الذي يميل إلى الطروحات والمقاربات التي تنطلق من البعد العقائدي أو الإسلامي وغير ذلك من هذه الطروحات. ولكن هذا الاعتدال هو الذي أيضا نريده، بقدر ما نريد ذلك النشاط الحيوي كما قلت لك من الأفافاس، نريد ذلك الاعتدال السياسي لحزب حماس، ذلك الاعتدال الذي دائما يصنع الاتزان في الطروحات السياسية، ذلك يعني الذي يخلق التقارب بين وجهات النظر، لأنه الهدف للجميع يصب في خدمة الوطن. يبقى الآن الرئيس المترشح، عذرا الرئيس المترشح لن ينطلق من النقطة واحد أو من النقطة الصفرية. الرئيس سوف ينطلق من ما بعد 54، هذا هو التوصيف. طيب سأكتفي معك بحمص والأفافاس وندع الرئيس لممثل حركة البناء الوطني، وهم الذين رشحوا الرئيس عبد المجيد تبوني عهدة ثانية. حمص والأفافاس أكيد سيركزون في خطابهم عن الاختلالات الموجودة. كيف ستنتهجون الخطاب أثناء الحملة، وكيف ستردون على خطاب حمص والأفافاس؟ نحن نعتقد في حركة البناء الوطني أن عبد المجيد تبون مرشح الحركة الذي رشحته الحركة، نعم، أنه رجل المرحلة بامتياز،
الرجل هذا نحن نتحدث على رئاسة جمهورية، يعني أكبر مؤسسة في الجزائر هي مؤسسة الرئاسة، يعني وهي مؤسسة دستورية، وهي تعبر أولا على أكبر جهاز تنفيذي من رأس الهرم التنفيذي. طبعا السيد عبد المجيد تبون المواطن المترشح الذي رشحته الحركة، حركة البناء الوطني، له رصيد كبير، يعني تاريخ الرجل يتحدث عن نفسه. الرجل انطلق من الجماعة المحلية، انطلق من يعني المديريات الولائية، ثم إلى رئيس دائرة، ثم إلى مدير تنفيذي، ثم إلى والي، ثم إلى وزير، ثم إلى رئيس حكومة. أنظن هذا الرصيد الكبير للسيد عبد المجيد تبون المرشح الحركة، أن نظن هذا الرصيد يستطيع من خلاله أن يتحكم، ولقد تحكم في كثير من الملفات، سواء ملفات سياسية، ملفات اجتماعية، وملفات الاقتصادية. طيب سيد عبد الوهاب، هذه السيرة الذاتية لرئيس الجمهورية المعروفة منذ 2000، هي مواصفات رئيس يعني. لكن نتحدث عن البرنامج، يعني الخطاب الذي سينتهج، مقارنة أنه هناك حمص والأففاس، أكيد سينتهجون خطاب الحديث عن الاختلالات وسيطرحون البدائل. أنا أظن أكبر إنجاز لسيد الرئيس خلال 5 سنوات هو نجاحه في تكريس المسار الدستوري. كثير من الذين نراهم دخلوا الترشيح وأودعوا ملفاتهم، يعني منذ سنة 2019 كانوا خارج مجال يعني هذا، فكان البعض منهم كانوا الانتخابات مع العصابات، كانت هناك مرحلة انتقالية. الحمد لله الآن الجميع دخل في المسار الدستوري وأصبح يؤمن بهذا المسار الدستوري، وأصبح العودة إلى الشعب والعودة إلى الصندوق أصبحت الآن قناعة عامة عند الأحزاب السياسية وعند المختلف الأحزاب. فأنا نظن هذه النقلة النوعية التي شاهدناها في جزائر الجديدة في سنة 2024 أن الكثير من هؤلاء دخلوا المعترك السياسي، ونحن بالمناسبة نثمن وكذلك نهنئ هؤلاء الذين شاركوا في هذا العرس جمع التوقيعات وهذه العملية الأولية، ونثمن كذلك هؤلاء الذين نجحوا الآن وقبلت ملفاتهم، وهذا دليل على أن الديمقراطية في الجزائر تبنى خطوة خطوة، تبدأ بالقناعات بالممارسات. أنا أظن بك ندير ملاحظة، ما سجلناه في عملية التوقيعات، كنا نسمع في السنوات الماضية ممارسات سلبية جدا، نسمع خمس ملايين توقيع، 4 ملايين توقيع، الآن سمعنا يعني. طيب هذا مكسب مهم، يعني مكسب مهم، تكريس المسار الدستوري هو أكبر مسار يعني. وقد أنهت المحطة الأولى وهي جمع التوقيعات. ذكر نقطة مهمة وهي العودة للمسار الدستوري. في 2019 كنا نبحث عن العودة إلى الشرعية، والآن وأنت قلتها في محطات عديدة، 2024 هي قوة الشرعية، كيف نكتسبها من العائلات السياسية الثلاث؟ نعم، الثلاث مترشحين الآن لديهم التحدي الشخصي. التحدي الشخصي هو الحصول على نسبة تصويت لفائدة صناديقهم، لفائدة أسمائهم بطبيعة الحال، كل ما زاد صوت يعتبر قيمة مضافة. ولكن التحدي الذي يمثله الثلاث مع الشعب الجزائري هو نسبة المشاركة، لأنه أصبحنا الآن يمكننا أن نتكلم الآن عن نزاهة الشرعية في الجزائر دون إحراج، دون أن ننافق أنفسنا وننافق من يستمع إلينا. ولكن الآن لا نبحث عن هذه، إن بحثنا عن هذه لن نتكلم عن معايير دولية، ولن نتكلم عن جزائر الغد الحقيقية، لأن هذه مرحلة انتهت، يجب أن نتقدم خطوة إلى الأمام. الخطوة إلى الأمام الآن هو قوة الشرعية في حد ذاتها، لأن الرئيس القادم بعد أداء اليمين، بعدها بستين دقيقة، بعدها بساعة مباشرة عند جلوسه على كرسي الرئاسة، سوف يبحث عن قوته التي سوف يوازن بها قبل التحديات الداخلية، وهذا إطار طبيعي لا يمكن أن نحلل فيه كثيرا، لأنه شيء مطلوب على أن تزيد في تحقيق متطلبات المواطن، زيادة مستويات الارتقاء بكل ما يمكن أن تتكلم به على أنه هنا جزائر جديدة، جزائر للتحدي، جزائر تسير في مسار يعني ارتقائي. التحدي هو أنه رئيس الجمهورية القادم سوف تكون لديه تحديات دولية أكثر منه تحديات داخلية. صحيح. إن تكلمنا عن تنمية داخلية، سنتحدث عن التحديات الدولية في الموضوع الثالث. نعم، إن تحدثنا عن تنمية داخلية بدون أمن إقليمي حقيقي هذا يعتبر جنون. إن تحدثنا عن أي مشاريع استراتيجية في الداخل وترقية كل القطاعات بدون وجود يعني
تموقع أكبر وإضافي للدولة الجزائرية في الخارج يعتبر مضيعة للوقت. إن تحدثنا الآن في هذا الصراع الدولي الكبير مع القوى العظمى وأنت تتكلم عن رئيس ينتج من خلال صندوق 30% نسبة مشاركة، هذه نزاهة ولكن ليست قوة شرعية. سوف يصبح إشكال ليس لرئيس الجمهورية كشخص ولكن لرئيس الجمهورية كدولة كمؤسسة، وهو باعتباره مشكلة للوطن. لذلك المواطن الآن أيضا أمام تحدي مهم جدا أن يقدم الرسالة الحقيقية. نحن نتكلم سي عبد المالك، نحن نتكلم كلنا، لا أقول فلان أو شريحة أو فئة، كلنا كجزائريين نتكلم عن حب هذا الوطن باللسان. نحن الآن 7 سبتمبر أمام تحدي، لا تتكلم باللسان أخي الكريم، لا أحد يزايد في الوطنية وحب الوطن على الآخر صغيرا أو كبير. نحن الآن أمام مرحلة تقدم فيها سلوك راقي حضاري على أنك أنت أنا وسيادتك والأستاذ الكريم والرئيس المنتخب في حد ذاته على أننا كلنا وراء هذه الجزائر. جي نعم. طيب ما هي أهم النقاط سيد عبد الوهاب التي سيركز عليها مترشح المجيد تبون في برنامجه وفي خطابه من أجل إقناع المواطنين بالذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع وتحقيق النقطة التي تحدث عنها الأستاذ محمد دروي وهي قوة الشرعية؟ ولن حركة البناء الوطني بادرت بمبادرة وربما شارك فيها الأستاذ الفاضل، وهي أنها جمعت النخبة الوطنية من مختلف أطياف الدكاترة وعلماء وأساتذة أفاضل، واعتبرت وفتحت لهم فضاء النخب الجزائرية أولا لتقييم برنامج الرئيس ووضع النقاط على الحروف فيما يخص البرنامج والتقييم البرنامج بصفة عامة، ثم قدمت مقترحاتها في مختلف المحاور في 13 محور على ما أظن، شارك ما يقارب يعني بالحضور وبالمراسلات أكثر من 400 أستاذ وخبير. هل هو جاهز؟ نعم، البرنامج المقترحات حركة البناء الوطني سلمت مؤخرا من طرف رئيس الحركة إلى المترشح، وفيها كل مقترحات الأساتذة الأفاضل سواء في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. ما هي أهم الأفكار؟ نعم. هل الوثيقة عندك التي سلمت إلى رئيس الجمهورية؟ نعم أعطيك يعني بعض طبعا هناك تقرير قدم هو عبارة عن مخرجات ورشات الندوة الوطنية للنخبة، سوف يعني هي هو ليس بالتفصيل ولكن في نقاط فقط يعني هناك ورشة المحور الاجتماعي والخدمات العامة، ورشة المحور الاقتصادي، ورشة الأمن الغذائي والأمن المائي، ورشة الأمن الطاقوي، وكلها ورشة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ورشة الجالية. نعم. ورشة القومي. طبعا فقط أطلع عليه لو سمحت. نعم يعني هي نعم. ملخص سوف أسلم لك يعني نعم. بعض النقاط فقط، ولكن أهم ما جاء في هذا الوثيقة هي مقترحات ومساهمة النخبة الجزائرية والأساتذة في برنامج الرئيس، أنه نقدم كمقترحات فيأخذ منه ما يأخذ يعني ويستقي منه في برنامجه الانتخابي. طبعا هذه الأفكار وهذه المقترحات كانت نتيجة عمل متراكم، وأخذنا فيها ساعات طوال من الأعمال في ورشات متخصصة، ثم كانت الندوة الجامعة وحضرها الأساتذة والنخب. وطبعا هذا الموضوع يعني مشكل من عدة محاور وفيه مقترحات. نعم. يعني هذا البرنامج مقترحات حركة البناء الوطني سلمة لرئيس الجمهورية يعني كمقترحات والمترشح عبد المجيد تبون من طرف رئيس حركة البناء الوطني. نعم. شارك في عديد من النخب الجزائرية. جيد. طيب السلطة الوطنية المستقلة انتخابات مكسب جديد للانتخابات في الجزائر، وأيضا لما نشاهد ونستمع ونرى أن هناك برامج تسلم إلى المترشحين، نحن الآن أيضا أمام صراع أفكار وصراع برامج حقيقي بين عائلات سياسية ثلاثة. نعم أستاذ الكريم، والله أستاذ الكريم أنت أثرت نقطة جد مهمة، وحقيقة أراها كرأي الخاص على كل حال، أرى أنه لحد الآن كلنا بدون استثناء ما زلنا مقصرين في النقطة الجذرية الحقيقية في الحياة السياسية أستاذ الكريم. لازلنا لحد الآن جميعنا، أنا أقول لك وأؤكد جميعنا كإعلام كنخبة كأحزاب كذا، ما زلنا لحد الآن أستاذي ننطلق دائما من المشكلة، هذا هي المشكلة في حد ذاتها. عندما يكون لديك أستاذ الفاضل، أنت لديك شرخ في هذا الكأس أستاذ مالك، عندما يكون لديك شرخ في هذا الكأس أنت تذهب لمعالجة هذا الشرخ عن طريق مثلا عملية إلساق أو عملية انصهار أو غير ذلك.
هنا تعتبر كارثة في تفكيرك وليس كارثة في عملية الإصلاح. صحيح. لأنك يجب أن تبحث عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى إكساء تكسير هذا الزجاج. يمكن أن تكون هذه الطاولة لديها مستوى عال من الحرارة هو الذي تسبب في هذا الكسر. لذلك نحن نعالج المشكلة في حد ذاتها. نعم. يجب أن ننطلق في معالجة الحياة المختلفة. نعم. سواء سياسيا سواء في علاقة مع المواطن سواء في كذا يجب أن تنطلق من جذور مسببات المشاكل. كخبير في التخطيط الاستراتيجي، المترشحين ربما ذهبوا إلى الرمزية في إعداد برامجهم. حمص سمت برنامجها فرصة وأعطت 62 التزاما لرمزية الاستقلال. الرئيس عبد المجيد تبون في 2019 أعطى رمزية الثورة في انتظار صدور برنامجه الحالي. الأفافس أيضا سيعتمد على رمزية تاريخية وعلى ربط تاريخي وسيستخدم الهوية الجزائرية. هناك شيء جديد في الانتخابات الرئاسية خاصة مع الارتفاع وعي المواطن الجزائري والناخب. تفضل. هل تريد صدقا؟ نعم. تريد صدقا؟ إن حافظنا على هذا السيستم هذه الطريقة دائما نعود مثلا إلى رمزية 62 لنأخذ منها رقم لنأخذ منها انطلاقة. نذهب إلى 1 نوفمبر لنأخذ منه انطلاقة. سوف نحشر حياتنا وحياتنا ومستقبلنا والأجيال القادمة في تاريخ صنعه أجدادنا أبطال. نحن نريد أيضا أن نصنع تاريخ للأجيال القادمة، والأجيال القادمة تصنع تاريخ عندما يتحرك الأستاذ أو حزب البناء أو رئيس الجمهورية وغير ذلك في إعطاء مثلا مقاربات مثلا انطلاقا من رقم 14 كمثال، من رقم 20 سمي ما شئت. ثم تنجح هذه المشاريع أو هذه المقاربات سوف يتحول ذلك الرقم أو تاريخ الإعلان عن تلك المشاريع إلى رمزية تاريخية. لذلك يجب أن نبتعد، هذا رأيي الخاص، يجب أن نبتعد على أنه دائما نعود إلى الماضي. عندما نشاهد فقط أمريكا فقط، انظر أستاذ عبد المالك، عندما نشاهد أمريكا كيف تصنع السياسة الدولية من خلال فقط هوليود. نحن مثلا في التلفزيونات في أفلامنا نذهب دائما إلى الأفلام، عذرا، إلى الأفلام التاريخية دائما، هذا تركيزنا. نقطة مهمة. في أمريكا أستاذي 99% من الأفلام تتحدث عن المستقبل، يزرع لديك ثقافة نحو المستقبل بدون أي شعور. طيب أستاذ عبد الوهاب قلعي تفضل. شكرا. البرنامج، هل تتفق مع الأستاذ الضروي حين قال أنه لا يجب دوما العودة إلى المحطات التاريخية بل يجب أن نصنع محطات جديدة للجيل الجديد؟ هو الدول التي لا تحترم التاريخ لا يمكن أن تمضي إلى الأمام، ولكن التاريخ يبقى كعبرة. الأمم ترجع إلى التاريخ على أساس تأخذ منه المبادئ والقيم، ونحن لنا ثورة وثورة مباركة. نظن الأستاذ يقصد أننا نحن الآن نمضي إلى الأمام. الآن منذ سنوات الأخيرة أصبحنا نتكلم على المشاريع الكبرى، نصحوا على التنمية المحلية، أصبحنا نستمع على الرقمنة، أن ذي الجزائر الجديدة الآن تمشي في طور جديد بوسائل أخرى وبمبادئ أخرى وبأفكار أخرى. جزائر الجديدة، نحن كنا نتكلم على فترة الاستيراد في سنوات الماضية، كنا نتكلم على قبل سنة 2020 كنا نتكلم على فاتورة الاستيراد 63 مليار دولار. الآن أين وصلت هذه فاتورة الاستيراد؟ كنا نتكلم على الآن تضخم كم كان، كيف أصبح الآن؟ كنا في سنوات الماضية نتكلم على أن في الدول الخارجية أن الشباب منحة البطالة وكذا، الحمد لله. يعني في دولة مثل الجزائر بعد في سنة 2024 وين الدول انهارت تماما بسبب الكورونا وبسبب الظرف الاقتصادي، نحن نصنع منحة للبطالة للشباب. هذه نقلة أخرى إلى الأمام. نحن نتكلم كذلك أيها الأخ كريم، الآن هناك استراتيجية جديدة لتنويع الاقتصاد الجزائري. كنا نتكلم إلا على البترول ومداخل البترول. الآن أصبح سمعنا مؤخرا في حوار السيد الرئيس في لقائه مع الإعلام أن هناك 80% من القمح الجزائري أصبح الآن نكتفي، يعني ممكن العام المقبل نكتفي، وهذا رقم يعني يحسب للجزائر. هناك واحد النقلة عند المجتمع الجزائري والشعب الجزائري. وأين سمعنا نحن أن الشعب ينادي رئيسه بعمي؟ طيب الحديث عن هذه نقلة وجدانية كبيرة أخي عبد المالك. سمعنا الآن الصغير والكبير يتكلم بهذه. هناك نقلة
نقلة أخرى، كيف يرى المواطن الجزائري رئيسه، الرئيس الذي يعبر عن أحاسيسه، يعبر عن مشاكله، فلمسنا فقط يعني هذه الرسالة أستاذ بركات. أكيد الرسالة أنه الشعب الجزائري الآن تأكد أن هذا الرئيس يريد له الخير، يريد أن ينجز في الميدان، يريد أن يحقق آلامه وأحلامه، ولذلك اعتقدنا في حركة البناء الوطني أن مرشحنا هو مرشح المرحلة ولا نزايد. ذكرت هذه النقطة. نعم أستاذ، عندما نتحدث عن الضرورة أن ننطلق من اليوم، ضرورة أن نتحدث عن هذا التاريخ، نحن بطبيعة الحال من يفقد التاريخ يفقد الهوية، من يفقد التاريخ يفقد الأصالة، من يفقد التاريخ سوف يفقد بوصلة المستقبل في حد ذاته. أنا لا أقول على أنه ننسى أو نتجاوز هذه التواريخ، هذا غير ممكن، ولكن أقول يجب أن نصنع دائما الحاضر، ننطلق من الماضي ونصنع الحاضر. أنا أعطيك مثال، 22 فيفري عندما خرج الحراك الجزائري المبارك الذي أصبح يدرس في المعاهد الدولية، كيف كان بمعايير راقية جدا، أرقى من الشعوب الغربية هذه التي تتحدث عن الديمقراطية وتعامل وسائل الأمن وغيرها مع الشعوب والفئات المختلفة. عندما أعطينا تلك الرسالة للعالم بدون أي قطرة دم، بدون أي صدام، بدون أي شيء، والشعب كامل 25 مليون تخرج في مساحة العاصمة الصغيرة، أصبح تاريخ 22 فيفري الآن في حد ذاته تاريخ، ولكن صنع في ذلك اليوم. لذلك عندما تحدث عن 7 سبتمبر سوف نتكلم عن رئيس جديد، إن هذا الرئيس وصل إلى مرحلة حتى الشخصية، إلى مرحلة الزعامة من خلال إنجازات عظمى، من خلال زيادة قوة الحزب، سوف يكون ذلك التاريخ في حد ذاته تاريخ. بالحديث عن الرئيس اليوم، كان هناك حدث، رئيس الجمهورية أشرف على احتفالية جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر، ورئيس تبون كرم 9 مؤسسات. سيد دروي، من بين التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية قال حققنا معدل نمو متقدم قدر ب 4.2%، وأن الاقتصاد الجزائري يقفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا، وتحدث على الصادرات خارج المحروقات قاربت 7 مليار دولار، وأيضا تحدث على الصرف الاحتياطي الذي اقترب إلى 70 مليار دولار. نعم، لأول مرة يرغم البنك صندوق النقد الدولي على إعادة حساباته وإحصائياته وكل دراسة البيانات بالنسبة للاقتصاد الجزائري. عندما تكلم في البدايات سنة 2022 كان يتكلم عن نسب منخفضة جدا لنسب النمو للدولة الجزائرية، ثم يأتي في سنة 2023 يقول على أنه نسبة النمو لن تتجاوز 3.2%، ليعيد بعدها دراسة كل إحصائياته ومنطلقات تلك النسبة ليتكلم عن 4.2 أو 4.3%. تأتي الدولة الجزائرية تقول هذا هو الرقم الذي أعلن عنه من خلال ميزانية الدولة الجزائرية، اتفقنا على أنه أرغمنا من كانوا يصدرون دائما أرقام الدول على أنه نحن أصبحنا نصنع تلك الأرقام، لأنه الأهداف السيد عبد المالك أصبحت واضحة وأكثر من واضحة، الأهداف أصبحت محددة. لذلك نتكلم عن النقطة الثانية، تكريم المصدرين الآن أصبح تكريم حقيقي، ليس تكريم إعلامي أو للبهرجة أو للتصدير، هو تكريم المصدرين كان في وقت ما للتصدير الإعلامي في حد ذاته. اليوم نحن نتحدث عن أرقام 13 و14 مليار دولار نسبة صادرات خارج المحروقات، انطلقنا من صفر دولار، لم نكن نصدر كأس مثل هذا، الآن نحن نتحدث عن 13 و14 مليار دولار مع زيادة سقف التحديات إلى 2025 في سنة 2026 و27. عندما تكون فيه الإرادة السياسية تصبح الإدارة فاعلة، بين الإرادة والإدارة تختلف الحروف فقط، إرادة سياسية تقابلها إرادة تتفاعل مع هذه الإرادة السياسية، رغم أنه في عراقيل مختلفة لا يمكن أن نوصفها هنا، ممكن السلبي يتوجه دائما إلى أنه عراقيل من بعض الواقفين في طريق التنمية الوطنية ضد المصلحة الوطنية وغير ذلك. لا نتكلم عن هؤلاء، في عراقيل، ما يهمني العراقيل التي ورثت من عقود من الزمن من خلال انفلات إداري حقيقي لم يعد يسمح بتكريس أو إنشاء أي مبادرة أو أي برنامج أو أي
ونقاط عديدة اليوم تم التطرق إليها، توسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج وبالأخص في إفريقيا، تحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية، إعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد الذروي، وأيضا خلق قواعد لوجستية موجهة للتصدير على مستوى كل الأقطاب الاقتصادية. كل هذه النقاط تحدث عنها رئيس الجمهورية وسنعود إليها بالنقاش، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا مره اخرى بضيوفي الاعزاء الاستاذ محمد ضروي، مرحبا بك مره اخرى، والاستاذ عبد الوهاب قلعي، مرحبا بك مره اخرى، لنستكمل النقاش للحديث عن جائزه رئيس الجمهوريه الحسني مصدره رئيس تبون يكرم 9 مؤسسات. كنا نتحدث قبل الفاصل عن تحرير صادرات بعض القطاعات الانتاجيه التي فاقت قدرتها الاحتياجيه الوطنيه على غرار ماده الزيت والسكر والعجائن، وخلق قواعد لوجستيه موجهه للتصدير على مستوى كل الأقطاب الاقتصادية. هي إجراءات جد مهمة لرفع صادرات الجزائر خارج المحروقات، ولتحسين الصرف الاحتياطي، وأيضا لتعزيز النمو الاقتصادي. وضيف برك سيد المالك، بالنسبة لإنشاء بذلك بعض البنوك في دول إفريقية، صحيح، ساهم كثيرا في يعني تشجيع المؤسسات الجزائرية نحو التصدير، لأن لما تحسن المناخ والمناخ الاقتصادي في الجزائر من خلال إعادة النظر في قانون الاستثمار الذي ساهم كثيرا في دفع عجلة النمو، كذلك رفع التجميد على كثير من المشاريع التنموية على مستوى المحلي، وإن كانت هناك عراقيل في السنوات الماضية لكن الرئيس تدخل، ويعني كثير من المشاريع، كذلك تشجيع كل ما هو استثماري من ناحية الفلاحة، قطاع الفلاحة، وكذلك القطاعات المنتجة، تحريك المشاريع الكبرى الذي لمسناه، كذلك ساهم في عملية لما تكلم الرئيس اليوم على أن هناك 7 ملايير دولار خارج المحروقات، يعني هذا إنجاز كبير يعني لم نسمعه منذ سنوات. كما قال لك الأستاذ، يعني كنا يعني خارج المحروقات كان الإنتاج صفر. صحيح، يعني لو نتحدث كذا فاتورة الاستيراد عنده ممكن الأرقام، يعني رئيس سنوي تنخفض تقريبا بالنصف، يعني في سنة 2022 أتذكر هذه الأرقام كانت حوالي 63 مليار دولار، ثم بعد ذلك في سنة 2021 36 مليار دولار، ثم تنخفض سنويا إلى سنة 2024. هذا يدل بلي أن الفاتورة هناك عامل داخلي وهو اقتصاد، تقوية الاقتصاد الوطني واللجوء إلى نتكلم على الدواء اللي راهو تقريبا في الجزائر اصبح 70 الى 80% صناعه الدواء في الجزائر يكون محليا، يعني لا يلجا، وهو تخفيض، وكانت تكلفه كبيره لشراء الدواء من الخارج. كذلك بالنسبه للمواد الاساسيه القمح وغيرها، الان ان شاء الله ربما السنه المقبله سنشهد اكتفاء ذاتي، ولو شفتوا هذه السنه يعني 80% و90% من الاحتياجات الجزائريه من ماده القمح اصبحت، يعني هذه يعني مؤشرات لم نسمع بها منذ سنوات. لذلك كذلك اللجوء إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أيها الأخ الكريم، بالنسبة للمؤسسات الصغيرة هذه عامل أساسي لنجاح الاقتصاد الوطني، تنشأ آلاف ومئات الآلاف في الدول الأجنبية من المؤسسات الصغيرة، منها من يموت ومنها من يستمر، ولكن معدل بقاء المؤسسات الصغيرة في الجزائر معدل متوسط هو يكفي للحفاظ على النمو الاقتصادي في الجزائر. ولذلك كذلك شفنا أن هناك استراتيجية اعتمدها الرئيس وفي السنوات الماضية، وهي استراتيجية القطاعات الواعدة. ما هي القطاعات الواعدة في الجزائر والتركيز عليها؟ بدأنا بالفلاحة والحمد لله، الآن ببعض الصناعات الأساسية مثل التعدين والحديد والزنك، وشفنا تحريك الورشات الكبرى، أنا نسمع عن عهد بومدين، نسمع على غار جبيلات والمصنع وخط السكة الحديدية، والآن الحمد لله نراه بأم عيننا كيف انطلق خط السكة الحديدية. نعم. كيف يعني انطلقت المشاريع الكبرى، وغار جبيلات سيضع الجزائر من ضمن أكبر دول الملكة. بدأنا نتحدث لغة المنطق، بدأنا نتحدث لغة التخطيط الاستراتيجي، لم تعد فيه تلك القرارات العشوائية على حسب أنه فيه لدينا إشكال في منطقة معينة أو مؤسسة معينة، أعطي قرار لحل تلك المشكلة. نعم. وتنتهي، أصبحنا نتكلم وفق مبدأ التحليل المعمق ثم ننتقل إلى التخطيط الاستراتيجي. صحيح. رئيس الجمهورية كمثال أخذ مرحلة تقريبا معتبرة تقريبا سنة إلى سنة ونصف في عملية ضخ المنظومة القانونية في البلاد، المنظومة التشريعية، من خلال ترسانة متكاملة من القوانين، قانون النقد والصرف،
قانون المناقصات، قانون الاستثمار وقوانين أخرى عضوية. ثم دخلنا في مرحلة تكييف المؤسسة والقطاعات الجزائرية مع هذه القوانين من خلال التشريعات، من خلال القوانين العضوية. ثم بدأنا نتحدث عن الموازي من ذلك، إنتاج يعني الإقرار بخلق آليات التنفيذ من خلال وزارات جديدة، من خلال مؤسسات قطاعية جديدة، على غرار مثلا وزارة المؤسسات الناشئة، اقتصاد المعرفة، المؤسسات الصغيرة وغير ذلك، حتى وصلنا إلى بطاقة المقاول الذاتي. التكامل مهم جدا. رئيس تبون أشار إلى نقطة مهمة اليوم، قال أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر تستلزم مواصلة الجهود وتكثيفها وتعزيز هذا المسار الاقتصادي الوطني بخطوات مكملة للمكاسب التي حققناها. تكلمنا أستاذي عن المنظومة التشريعية والقانونية التي لا يمكن أن نقول على أنها مكتملة 100%، لأنه هي في حد ذاتها تتطور مع الاقتصاد والمنظومة القانونية العالمية. هي جيدة إلى حد ما، هي التي تخلق بيئة أعمال مواثية. ثم تكلمنا عن توسع حقيقي في التكامل المؤسساتي القطاعي الذي يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية، ونجحنا في تحقيق العديد من الأرقام المهمة، سواء من حيث خلق مؤسسات ذات جودة من الناحية العددية كمؤسسات صغيرة وناشئة وغير ذلك، وأيضا نتحدث عن المداخل المالية التي تضر على الخزينة من العملة الصعبة وغير ذلك وأمور أخرى. ولكن ما يهمنا الآن هو يجب أن ننطلق إلى مستوى آخر بعيد جداً كل البعد عن الإطار القانوني والاقتصادي والمالي. يجب أن نتوجه إلى الكتلة العاملة، يجب أن نتوجه إلى الموارد البشرية. حان الوقت الآن أن نستثمر في العقل، في الفكر للشعب الجزائري ككل. يجب أن نبحث عن استراتيجيات لدمج الشعب الجزائري بكل فئاته، من الشباب إلى فئات عمرية الأكبر، في الاندماج في هذه المنظومة. وعندما أقول ذلك لا نقول على أنه نحن لا نعمل أو كل الفئات لا تعمل، أكيد الدولة تحتاج الكثير لتطرحه والشعب لديه الكثير يطلبه. ولكن أستاذ، فقط عذرا أستاذ، نحن نبحث الآن عن استراتيجية، يجب أن تكون فيه استراتيجية تخلق ثقافة عمل بعيدة عن الثقافة التي وارثناها لخمسين سنة وستين سنة منذ الاستقلال. كيف يمكن لنا الحفاظ على هذه المكاسب؟ الحفاظ على المكاسب أولا من السيد رئيس الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية حافظ على مبدأ أساسي هو اجتماعية الدولة الجزائرية، يعني هذه المكاسب كلها سواء الاقتصادية وكذا كذلك اجتماعية الدولة حافظ عليها من خلال أولا السكن. سمعنا في 5 جويلية الماضي أن 250,000 سكن اجتماعي، يعني ما كان حتى في دولة في العالم توزع 250,000 سكن في مختلف السياق سواء تساهمي أو اجتماعي أو أديال، يعني توزع في دولة مثل الجزائر، يعني هذا رقم كبير جدا وهو رقم سنوي والرئيس وفي لوعوده. إذن اجتماعي الدولة. بالنسبة كذلك نتكلم على رفع الأجور، يعني لاحظنا في سنتين أو ثلاثة يعني حتى يعني السياسة، احنا تعلمنا في حركة البناء الوطني أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. أكيد هناك ثغرات، أكيد هناك نقائص، والرئيس يعترف يعني في كل حواراته يقول هناك يعني لم نبلغ الهدف المرجو، لم نصل إلى المستهدف الذي نريد أن نحققه، ولكن هناك نقلة. نعطي مثال، رفع الأجور في قطاعات استراتيجية في التعليم العالي والتربية والشؤون الدينية، وكذلك المحافظة على الطبقة الوسطى، هذه هي جزء من مهام الدولة وهي داخلة في إطار سياسة الدولة الحفاظ على اجتماعية الدولة. كذلك اعتماد الرقمنة عنصر مهم جدا أخي الكريم. الرقمنة اللي اعتمدت رغم العراقيل الموجودة في كثير من القطاعات ربما لم تحقق بعض مستهدفاتها، لكن الرئيس أعطى مهلة لكثير من القطاعات لتحقيق يعني الهدف، لكن الرقم الهدف منها وجهة هي خدمة تسهيل الخدمة للمواطن، هي تخفيف العبء على المواطن. الهدف من الرقمنة هي الشفافية، كذلك النزاهة، تحقيق العدالة بين المواطنين. كل هذه أهداف الرقمنة، يعني الرقمنة هو هدف أساسي يسعى من خلاله الرئيس على اجتماعية الدولة. ولذلك كذلك دعم الطبقة الوسطى والاهتمام بالفئات الهشة، من بينها أنا سمعت كثير من الشباب في السنوات الماضية ينادي بمنحة البطالة. أنا نظن هذه المنحة التي أعطيت للشباب هي جزء من التعهدات. هذه كل مكاسب وإنجازات يعرفها الجميع في انتظار المحافظة عليها وتحسينها المستمر. مشاهدينا الكرام،
نتطرق الآن الموضوع الثالث، وهو أن الجزائر تستنكر قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة. وجاء هذا الاستنكار الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي في بيان صدر وقيل فيه أن إقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار، وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. تفضل الأستاذ محمد دروي في ردك على هذا القرار، قرار الحكومة الفرنسية. ما قامت به فرنسا أستاذي الكريم من ناحية الدولة الفرنسية هو أمر يخصهم، هذا بطبيعة الحال هذا أمر يخصهم، ولكن من ناحية القانون الدولي والمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية، خاصة أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لا يمكن لها بأي شكل من الأشكال على أن تجعل من نفسها طرف في هذه المعادلة الاستعمارية مع نظام المخزن الدولة المغربية. لذلك نقول لك على أن فرنسا هدفها ليس إرضاء المغرب بقدر ما هدفها هو خلق صدام مع الدولة الجزائرية التي ترافع لكل القضايا العادلة دوليا، خاصة وأنه أيضا الجزائر تجلس الآن على كرسي مقعد الدولي مجلس الأمن الدولي في عضوية غير دائمة. فرنسا قلت لك لا تبحث عن إرضاء المغرب بقدر ما تبحث عن صدام، لأنه عندما نأخذ التاريخ، هذا التاريخ الذي نحن فيه، ومهم جدا أن يفهم المواطن على أنه هذا التاريخ هو مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية، أهم شيء في أي دولة في العالم بما فيها فرنسا، لتعلن فرنسا عن مثل هذا القرار يعني الذي يزعزع إلى حد ما من حدود الدولة الجزائرية، لأنه تتكلم عن استعمار بجانبنا يا أستاذ مالك. نعم. فهذا مهم جدا أن يدرس من هذه الزاوية. طيب. النقطة الثانية عذرا، أهم نقطة. نعم. يمكن أن تسمعها. أهم نقطة، النقطة الثانية الكارثية هو أنه عندما تتكلم الجزائر عن ضرورة إعادة دراسة اتفاقيتنا مع الاتحاد الأوروبي التي تمتص أموال الخزينة العامة لفائدة الاتحاد الأوروبي بنسبة 98% لفائدة الاتحاد الأوروبي و2% للدولة الجزائرية. طيب. هذا ما يحدث. نعم. عندما ترافع الدول. طيب. لصالح مقدراتها ومقدرة. نعم. شعوبها، هذا ما يحدث من. طيب. طرف الدول الغربية. لفت البيان إلى أنه على ما يبدو فإن القوى الاستعمارية القديمة منها والحديثة تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض، وكيف تتفاهم مع بعضها البعض، وكيف تمد يد العون لبعضها البعض. هذا أستاذ الكريم هذا شيء طبيعي، هذا لا أنا لا أتكلم فيه يا أستاذ مالك. هذا تقريبا لا يهمني. عندما تتعاون الكيان الإسرائيلي مع دولة المغرب شيء طبيعي، لديهم نفس التوجهات التوسعية والاستعمارية والفكر الوحشي وغير ذلك، لا يؤمنون بالعدالة الدولية والحدود الدولية وغير ذلك. عندما تتحد فرنسا مع المغرب في مثل هذا أيضا شيء طبيعي، كما قلت الاستعمار القديم والحديث هذا شيء طبيعي. ما يهمني أنا. نعم. أعطيتك مقاربة بسيطة. عندما قالت الجزائر وتكلم الرئيس قبل سنتين وليس الآن، قال يجب إعادة دراسة بند ببند اتفاقية الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية التجارة التي 98% تصب لفائدة الاقتصاد الأوروبي على حسابنا وليس كشراكة وتعاون. نعم. تبدأ هذه الدول وعلى رأسها فرنسا والدول الكبرى للدول الغربية في الالتفاف حتى تضغط عليك بملف أو بمقاربة أو بطروحات أخرى حتى تخلق لك مساس بالسيادة. نعم. في حد ذاتها. وهذا ما ترفضه الجزائر ولن يكون بطريقة أو بأخرى، والجميع يعلم ذلك. نعم. البيان أيضا ذكر أستاذ عبد الوهاب قلعي أن القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها. أنا طلعت على بيان الخارجية الجزائرية ونثمن هذا بيان صدر في وكالة الأنباء. نعم. وليس بيان خارجية الأخير. وكالة الأنباء أن وفق أن مصدر الله. خلفية هذا الموقف هي الدول الاستعمارية ذات خلفية استعمارية، سواء اللي عندها خلفية استعمارية مثلها مثل كيان الصهيوني مثل كذا. فطبعا هذه الخلفية الاستعمارية ما زالت تنظر. نظن الجزائر عودتها الأخيرة في المحافل الدولية على مجلس الأمن وفي إفريقيا وتحركها في إفريقيا، أنا أظن أحرج كثير من الدول ذات البعد الاستعماري ما زلت تتصرف كأنها
يعني دولة استعمارية، ما زالت تنظر إلى الجزائر ربما بخلفية استعمارية، ولذلك هذا الموقف موقف مشين جدا، والجزائر أصبحت تحرج كثيرا من الدول الاستعمارية. طبعا الموقف الجزائري والدبلوماسية الجزائرية أصبحت دبلوماسية ناشطة جدا في أفريقيا وفي في 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 العالم العربي والعالم الإسلامي، وربما حتى في المجالس يعني مجالس الأمن الدولية. ولذلك أنا أظن هذا الموقف اللي جاء في هذا الظرف بالذات بعد ما يحدث الآن على الحدود الجزائرية، ولذلك في هذا الوقت بالضبط ونحن مقبلين على انتخابات رئاسية، أنا أظن هذا موقف سلبي جدا من الدولة الفرنسية. ولذلك نظن بيان السياسة الخارجية بيان وزارة الخارجية الجزائرية يعني كان واضحا أن الدول الاستعمارية ما زالت تحلم على أن الجزائر دولة من الدول التي يمكن أن تصدر لها قرارات. شكرا. أو بعض شكرا لك سيد عبد الوهاب قلعي. سيد الدروي، المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل أنه قضية الصحراء الغربية هي قضية تسوية الاستعمار لدى مجلس الأمن ولدى الهيئة العامة للأمم المتحدة. لماذا هذا الخروج في هذا التوقيت بالذات من طرف الحكومة الفرنسية؟ قلت لك أستاذي الكريم، لأنه ما يحدث الآن عندما نأخذ الضفتين، ضفتي المتوسط، الجزائر أصبحت الآن قوة فاعلة متموقعة في شمال إفريقيا وفي القارة الإفريقية. فرنسا تاريخيا هي قوة ضاربة في الدول في القارة الإفريقية والآن القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي الآن حديثا. الآن عندما تقوم بعملية خلق التوازن بين الدولتين أو دراسة مستويات التوازن، سوف تجد الكفة تميل بشكل متزايد إلى الجزائر. لا أقول حتى يكون معنا المواطن في صورة، لا أقول على أنه مثلا الجزائر قد تجاوزت فرنسا في كذا وكذا وكذا، تجاوزناها في ملفات في طروحات، كانت مقارباتنا هي التي تم إدراجها في فك العديد من الأزمات. الآن فرنسا يا أستاذ مالك، خلينا نعطي الصورة للمواطن، فرنسا الآن تفقد وجودها داخل إفريقيا بشكل كبير وبشكل متدرج، النيجر، مالي، تشاد، بوركينا فاسو على هذا المسار. لذلك هي تبحث عن تموقع يخدم عودة هي توقع. نعم، لأنه هذا القرار في نهاية المطاف هو يخدم فرنسا الاستعمارية ولا يخدم أيضا السلم في المنطقة. فرنسا لا يهمها سلم إفريقيا بقدر ما تهمها موارد إفريقيا، لا تهمها أن تكون إفريقيا مستقرة، تهمها أن تكون الجزائر قوة فاعلة. الجزائر التي تكلمت قبل 10 أيام أو أسبوع عن ضرورة الحفاظ والدفاع عن أمن القارة الإفريقية، هذا يزعج فرنسا. صحيح. وإسرائيل والعاملين وتعزيز اتفاقية شمال إفريقيا، تكثيف الاتجاه نحو إفريقيا. نعم. عبر البنى التحتية الاستراتيجية، هذا أزعج فرنسا. كل هذا. نعم. ولذلك وجود محيط استثماري وتحريك واتحاد البنوك في الدول فرنسا الإفريقية. صحيح. صحيح. فرنسا أصبحت بصورة واضحة علنية، فرنسا تفقد نفوذها في القارة. نعم. الإفريقية على الأقل بنسبة 50% لفائدة الدولة. صحيح. الجزائرية التي تنطلق من مقاربات تؤمن بها الشعوب والحكومات الإفريقية، هي التنمية والأمن، هذه مقاربة الجزائر التي جعلت إفريقيا تؤمن بكل. صحيح. الأهداف والطروحات الدولة الجزائرية. فرنسا التي تفقد تريد العودة من خلال المغرب، المغرب الآن الذي يعتبر مؤسسة فاعلة وليس دولة، اختزل نفسه لفائدة الكيان الإسرائيلي، تريد العودة من خلال المغرب، تريد خلق شريك تعطيه امتيازات على حساب القانون الدولي والمواثيق الدولية حتى تأخذ المقابل أنه يكون مكلف بمهمة لفائدتها داخل على الأقل ما يسمى المنطقة الزرقاء أو دول الإكواس التي تعتبر قوة ضاربة داخل القارة الإفريقية ككتلة أو كمجموعة أو كاتحاد. فرنسا تبحث الآن بكل شكل من الإشكال عن نقطتين أساسيتين، بقدر ما تبحث عن تقوية النظام المخزن المغربي داخل إفريقيا وليس في المنطقة ككل، داخل إفريقيا بالتحديد حتى تعود من خلاله ومن خلال إسرائيل، بقدر ما تبحث عن إضعاف الدولة الجزائرية في المنطقة ككل، سواء امتدادها العربي أو امتدادها الإفريقي. فرنسا تدرك ماذا تفعل، لذلك مهم جدا أن نعرف نحن على أنه عندما تكون ضرباتنا متأتية من المغرب فنحن ناجحون، عندما تصبح ضرباتنا من إسرائيل فنحن أنجح، وعندما تصبح فرنسا فنحن في مرحلة الامتياز والنجاح. استراتيجية والعلاقات الدولية. شكرا لك سيد عبد الوهاب قلعي، مدير العمل الانتخابي لحركة البناء الوطني. شكرا لك مشاهدينا الكرام.
وصلنا لختام عدد اليوم من برنامج متابعات، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.